البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. ما بقيتش كنغبر عليكم في اليوتيوب، وليت كنحط نهار نهار لا هكا باش البنات يستافدوا. بزاف ديال البنات كيقولوا لي حط لنا لي فيديو، كنبغيو نتفرجوا، كنبغيو نستافدوا. ف غنحط نهار ونهار لا. المهم البنات، اللي بغيت نقول لكم، بزاف كتسولوني في الانستا، في تيك توك كتسولوني على سر الصفاء ديال البشره ديالي، وبزاف منكم كتقول لي شنو كديري، واش لي برودوي، واش الوصفات. فما غاديش نطول عليكم. قبل البنات بغيت نقول لكم غير واحد المساله، هي اننا ما كاملينش، يعني حتى انا راني بحالي بحالكم. مره وجهي كيكون صافي، مره وجهي كيكون لا علاقه، كيكون عامر حبوب. داكشي على حساب الكانه، وداكشي على حساب شنو كليت وشنو هذا، فهمتوا؟ المهم دابا البنات ندوزو لواحد الوصفه اللي كتصوفيني بزاف، يعني كل ما كتنوض لي شي حبوبه ولا شي حاجه فكندير هاد الوصفه هذه، وصراحه كنشوف النتائج زوينين، ماشي غير الحبوب، يعني النضاره ديال البشره، وكتخلي لكم حنكاتكم حمر. المهم كتسولوني بزاف على النضاره ديال الوجه، فهذا هو الماسك اللي كنديروا البنات او في الوصفه. دونك بالنسبه للمكون الرئيسي البنات اللي في هذه الوصفه هو الشاي الاخضر، واللي هو اتاي ديالنا. فاتاي ديالنا البنات معروف، يعني الشاي الاخضر كيتريتي لينا الحبوب ديال الوجه، وكيحيد حتى لي تراس ديال الحبوب، وكيخلينا البشره ديالنا فاتحه. الفوائد ديال اتاي لا تعد ولا تحصى، واللي هو اتاي ديالنا، يعني هذا هو الشاي الاخضر. فالبنات غادي تاخذوا واحد شويه من الشاي الاخضر، تاخذوا واحد الحفينه من اتاي، وغادي ديروها في الطحانه هذه ديال العطور، غير شويه، ما تكثروش البنات بزاف باش ما يضيعش. صافي، من بعد البنات غادي نطحن هذا اتاي هذا، وغادي نوريكم معنا. المهم البنات طحنت معكم اتاي، ممكن تطحنوا في هذيك الطحانه ديال العطور. المكون الثاني واللي هو الياغورت الطبيعي، اللي هو دانون مسوس. دانون مسوس كيطيب لينا البشره، كيخلي البشره فاتحه، كيفتح لينا دوك لي طاش اللي كاينين، وسورتو مع اتاي، يعني الا خلطناهم بجوج غادي يعطيونا واحد الماسك اللي زوين بزاف ومفيد للبشره. فالبنات نبداو بالطريقه ديال شي حاجه بحال هكا تخلطوا فيها. من بعد غادي ندير معلقه ديال اتاي اللي طحناه، فغادي ندير هنا معلقه. بحال هكا معلقه صغيره، وغادي ندير معلقه صغيره ديال دانون مسوس. البنات غادي نزيد معلقه صغيره ديال دانون مسوس، وغادي تحركوا مزيان. صراحه هذا الماسك البنات كيعجبني بزاف، كيحيد لي طاش الحبوب، ولكن البنات مع المداومه، يعني ماشي ديروه غير مره وتسمحوا، داوموه، ديروه ثلاثه المرات في السيمانه الا كان وجهكم يعني ماشي هو هذاك. الا كنتو محتاجين كاع ديروا ثلاثه المرات في السيمانه ولا جوج مرات راه كافيه، وداوموه لمده ديال ثلاثه ديال الشهور، فغادي تشوفوا واحد الفرق زوين صراحه في وجهكم. المهم البنات هكا كيجي القوام ديالو، ما كيجيش خفيف بزاف وما كيجيش ثقيل بزاف، فما تخفوش بزاف عاوتاني باش يقبض لكم في الوجه ديالكم. ندوزو البنات للطريقه كيفاش ابليكيوه وشحال تخليوه. اول حاجه البنات جمعت شعري، وندوزو كيفاش تابليكيوه. دونك عادي تابليكيوه كاي ماسك هكا، يعني عادي، وتانسيستيو على البلايص اللي باغين يعني يمشيو لهم الحبوب، ولا باغين يتحيدوا منهم لي طراس. المهم بحال هكذا، من الاحسن البنات الشاي الاخضر طحنوه مزيان، يعني ما يبقاش بحال هكذا بحالي. انا طحنته غير في الساح، زربت عليه زربت عليه، ما خليتوش يتطحن مزيان، ولكن هكا حتى هكا كافي الغرض. الا بغيتو البنات ندير لكم السلسله ديال كيفاش تخلصوا من الحبوب، وكيفاش تخلصت انا من حب الشباب، فخليو ليا في لي كومونتير. ماسك هذا خصكم تتبعوه، يعني ماشي ديروه غير مره. لا البنات، لي ماسك كيبانوا مع المداومه، وسورتو هادو اللي كيكونوا ناتوريل. وانا كيعجبني صراحه هذا الماسك قبل المكياج، كيخلي المكياج زوين صراحه، كيخلي حتى الفون دو طون ما يجيش كيكي. صافي درنا الماسك، غادي تخليوه ربع ساعه، ماشي نص ساعه كاع، ربع ساعه تخليوه حتى وجهكم يكرم ديال بصح. وديك الساعه غادي تغسلوه بالماء بارد، بالماء بارد، وتفوتوا تلج على وجهكم هكا باش يتبلعوا المسامات. المهم البنات انا غادي نتسنى ربع ساعه وغادي نرجع لكم. يستحسن هذا الماسك هذا ديريه في الليل قبل ما تنعسي، باش الصباح فاش تنوضي يعطيك واحد النتائج احسن.
وصافي البلاش هذا مكان، هذا هو الماسك كما قلت لكم هكا كيجي، غادي تخليوه ربع ساعه. اللي بغيت نقول لكم البنات خاصو المداومه، يعني خاصكم تداوموا عليه. والبنات اللي عندهم الحبوب في وجههم فاش تساليو هذا الماسك هذا غسلوا وجهكم بالماء بارد وديروا القطع ديال الثلج هكا باش تبلع عليكم المسامات، وحتى الا كانوا عندكم دوك الحبيبات حمر تخليو يعني تهدل البشره. وصافي البنات هذا مكان، غادي نعطي هذا النص هذا لماما باش ديروا حتى هي، ونرجع لكم فاش نغسل وجهي. البنات ما كنبغيش نصور في الطواليت، كنخاف لا شي حاجه تخرج لي من هنا. المهم البنات الماسك ديالنا هكا كيجي، فاش كينشف كيبقى فيه هاد الحبيبات هادو. شنو غادي نديرو؟ غادي نقومي وجهنا اومام طون هذا ماسك، غادي تنفخوا وجهكم البنات بالماء بارد، ومن بعد غادي تقومي واحد شويه وتحيدوا يعني قماش خفيف بزاف. ومن بعد البنات غادي تغسلوا وجهكم بالماء بارد وتفوتوا الثلج على وجهكم كما غادي تشوفوا. انا غادي نصور لكم شنو غادي ندير لوجهي. وصافي هذا مكان، غادي تنفخوا يديكم بالماء بارد، تنفخوا هي تفزقوا. وغادي ديروا بحال هكا بالماء بارد، يعني فهمتوا بحال غادي نديروا قماش خفيف. فوالا البنات، من بعد غادي تماسيو بحال هكذا. غنقرب هنا، نقرب لكم هنا يا البنات. دونك غادي ديروا بحال قماش خفيف للبشره ديالكم بحال هكا. حتى هنايا ماشي مشكل الا كان عندكم شنايفكم كيتقشروا، وهنايا في الانف الا كان عندكم لي بوانواغ. يعني قماش خفيف 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 البنات، ودخل لي هادشي فمي وراني صايمه، بغيتو تفطروني. صافي عاودوا نفس الطريقه هنايا للجبهه، كما قلت لكم غادي نعاود نفس الطريقه هنايا هنا. صافي المهم البنات قشرنا البشره ديالنا بطريقه خفيفه. دابا غادي نغسل الماسك وغادي تشوف الماء بارد باش الماسك يعطينا واحد لا فريشور والبشره ديالنا تستافد باش يغلق لينا حتى المسامات. عرفتوا في الماسك دائما كننسى هاد الجهه ناري شكون كيوقع ليها بحالي. المهم البنات صافي، غادي تبقاو بحال هكذا تغسلوه بالماء بارد، وغادي تدوزوا الثلج على وجهكم باش يتبلعوا المسامات. هانتوما البنات شوفوا، شوفوا البنات راه مازال ما كملت الغسيل ديال وجهي، وشوفوا وجهي كيتبان فيه واحد اللمعه وكيبان مرطب. صراحه كيعجبني بزاف هذا الماسك، زوين زوين بزاف البنات، وخاطر ما تشقي تحتاجي للماكياج الا داومتيه، وسورتو في رمضان فما كنديروش الماكياج. سورتو انا كندير غير لاكرون وكنخرج. فالبنات هكا هذه هي النتيجه البنات. الوجه كيفاش كيبان نقي صراحه، خطير 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 خطير. هذا الماسك كيعجبني بزاف، احسن من احسن لي ماسك اللي كندير. وقربت لكم الكاميرا زوميت على وجهي باش تشوفوا الناس. من بعد ما دوزت على وجهي شويه ديال الثلج صافي، غادي دابا نمشي نعس. نمشي نحيد اوف كورس كسوتي وغادي نمشي نعس. وصافي البنات هذا مكان، نتمنى انه يعجبكم الماسك. جربوا الماسك خطير 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 بزاف بزاف للتبييض ديال البشره وحتى الصفاء ديال البشره، وكنصحكم به صراحه. كلشي كيسولني شنو كديري لوجهك شنو كديري، هذا من افضل لي ماسك اللي كنديرهم وكيعجبني بزاف، كيرطب لي البشره وميم طون كيحيد لي الحبوب. وفوالا هذا ما كنغسل غسلت وجهي معكم اون ديريكت، عارف شويه شي لعيبه هنايا في وجهي ولا. بغيت نقول لكم قبل ما تستخدموا هذا الماسك خاصكم تكونوا غاسلين وجهكم بالصابون، وتكونوا ديجا مقشرين وجهكم. الا ما بغيتوش تقشروه ما تقشروش، ولكن من الاحسن باش يعطيكم نتائج مزيانه. والماسك الصراحه زوين، غادي يخليك تستغني على المكياج وواعر بزاف. البنات جربوه على ضمانتي وديك الساعه ردوا عليا. وصافي البنات هذا مكان، تهلاو ليا فراسكم، باي باي.